لازلنا مع حضراتكم في إطار فقرات هذه الحلقة من الحقيقة، حيث أعلن العراق رغبة في الاستفادة من التجربة المصرية هذه المرة في مجال الأقمار الصناعية بعد إطلاق قمر طيبة سات واحد. اتفقت القاهرة مع بغداد على تطوير قمر صناعي خاص بالعراق لتتحول مصر لتكون مصدرا للخبرات في هذا المجال بالمنطقة. سنخصص هذا الجانب من حديثنا مع الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الذي ينضم إلينا عبر سكايب. دكتور محمد أهلا وسهلا بحضرتك عبر الهاتف ليس عبر سكايب. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد. أهلا بك. حدود التعاون المصري مع المنطقة العربية في مجال الأقمار الصناعية وعلوم الفضاء بشكل عام. مصر عمرها ما كانت بعيدة عن الأشقاء العرب سواء في جميع المجالات ومنها طبعا مجال الفضاء، والخبر اللي حضرتك قلته ده بيؤكد هذا المعنى اللي احنا بنقوله اللي هو التعاون المصري العراقي في بناء قمر صناعي للاتصالات اعتمادا على الخبرة العملية والعلمية اللي مصر الفنيين المصريين اكتسبوها عندما تمت مصر إطلاق طيبة واحد في نوفمبر 2019، وبالتالي هذه الخبرة هيبقى تنقل إلى الأشقاء الفنيين في العراق. وطبعا عندما ينقل عربي الخبرة إلى شقيقه العربي فدي بتنقل بنسبة عالية جدا، بنسبة 100%، وما فيش أي حاجة بتبقى محجوبة عن الأشقاء العرب عندما يكون نقل الخبرة من زمايلهم الموجودين في مصر. منذ أن بدأنا المسيرة للعمل في مجال الفضاء دكتور محمد، ما هو حجم التطور أو حجم القفزات إذا جاز التعبير التي حققناها بخبرات مصرية في هذا المجال؟ يعني إذا كنا بنقول إطلاق قمر صناعي بخبرة مصرية 100%، فده اللي عملته وكالة الفضاء عندما أطلقت قمرين صناعيين من نوعية الكيوبسات في أغسطس ونوفمبر 2019. دول اتصمموا وتصنعوا بالكامل بواسطة الخبرة المصرية بدون أي تدخل أجنبي. التدخل الأجنبي تم فقط في وسيلة الإطلاق اللي احنا لسنا نملكها حتى الآن، وبالتالي الإطلاق كان بواسطة جهة أجنبية، إنما جميع العمليات اللي تمت كانت بواسطة المهندسين المصريين. ثم ده كان بداية لاستثمار هذا النجاح. احنا حاليا في الوكالة عندنا أكثر من قمر بنعملهم بخبرة مصرية كاملة 100%. حتى الاختبارات البيئية اللي احنا كنا بنلجأ فيها للدول الأجنبية احنا دلوقتي قادرين ان احنا نعمل الاختبارات البيئية. الاختبارات البيئية دي ان انا بختبر القمر في نفس الجو اللي هو في الفضاء، وبالتالي احنا عندنا الامكانيات دلوقتي في مصر ان احنا نختبر نعملها هنا في مصر. احنا بنبني مركز تجميع اقمار صناعية وان شاء الله هيكون جاهز للعمل في منتصف العام القادم، وبالتالي الاقمار الكبيرة اللي هي بتوصل ل 300 كيلو و1000 كيلو على 1 طن هيمكن تجميعها واختبارها في مصر بالكامل، دي هتبقى نقله طفره ونقله تكنولوجيه جميله جدا في مجال صناعه الفضاء في مصر ان شاء الله. طيب دكتور محمد، هو جزء كبير وقطاع كبير من يمكن ان يتابع تطورات مرتبطه بعلوم الفضاء بشكل عام لا يزال يتعامل معها كما لو كانت جزء من الخيال العلمي، لكن ما هي التطبيقات العمليه على الارض التي يمكن للمواطن يمكن لأغراض التنمية أن تستفيد بها تحديدا في الواقع المصري الذي نعيشه؟ هو يعني التعامل مع الفضاء أو تكنولوجيا الفضاء كخيال علمي يمكن ينطبق على تكنولوجيا الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية ومهام الأقمار الصناعية، ولكن استخدام الصور اللي هي الأقمار الصناعية دي بترسلها لينا فده تطبيق موجود في مصر من سنة يمكن 95 ولا يمكن وقبل ذلك، يعني هو استفادة مصر من الصور الفضائية، وإن كان الصور الفضائية اللي كنا بنستخدمها ما كانتش بتاعتنا يعني وكنا بنجيبها من مصادر أجنبية، لغاية لما مصر أطلقت أقمار صناعية للاستشعار عن بعد وبقى عندها الوسيلة اللي هي تاخد بيها الصور الفضائية في الوقت والمكان اللي هي عايزاه. وعلى فكرة مصر فيها فنيين على أعلى مستوى في تفسير هذه الصور الجوية، لأن التفسير ده بيعتمد على برامج كمبيوتر، وإحنا بنؤكد أن المصريين كويسين جدا في التعامل مع البرمجيات. المشكلة اللي يمكن حضرتك بتقول عليها خيال علمي هي التعامل مع القمر الصناعي نفسه ومع التكنولوجيات بتاعته. لازال هناك حاجز تكنولوجي بين الفنيين المصريين أو بين المهندسين وبين الطلاب وبين هذه التكنولوجيا، وإحنا في وكالة الفضاء يعني واخدين بالنا من النقطة دي
وقلنا احنا لازم نحاول نكسر الحاجز التكنولوجي اللي موجود بين الطلبه وبين تكنولوجيا الفضاء. احنا بنجيب الطلبه عندنا في الوكاله وبنخليهم يشوفوا معامل الفضاء، بنخليهم يشوفوا القمر الصناعي حقيقي موجود، وبيخليهم يشوفوا ازاي المهندسين بيتعاملوا مع عندنا مع تكنولوجيا الاقمار الصناعيه. واحنا بنجيب اطفال، يعني بنجيب من ابتدائي واعدادي وثانوي وطلبه جامعات. عملنا كمان خطوه مهمه جدا، وان احنا هندي 35 جامعه في مصر قمر صناعي تعليمي، بمعنى ان احنا هنديهم قمر صناعي متفكك، هو المهندس او الطالب في الكليه يبتدي يجمعه ويبتدي يتعامل معاه، يبتدي يديله تعليمات، ياخد منه ريبلاي او ياخد منه اجابه، يبتدي يغير فيه المكونات بتاعته، يبتدي يغير. دراسه علوم الفضاء دكتور محمد، دراسه علوم الفضاء او علم التعامل مع الاقمار الصناعيه اذا كان علما قائما بذاته يدرس في كليات العلوم، ولا هناك تخصصات او كليات منفصله قائمه بذاتها مؤخرا جرى انشائها؟ هو في كليه العلوم الملاحه وتكنولوجيا الفضاء دي اللي موجوده في بني سويف، ودي الكليه المستقله الوحيده يمكن في مصر حاليا. انما لا نغفل ابدا مثلا ان كليه جامعه القاهره كليه الهندسه فيها قسم الطيران والفضاء، ده من مده طويله يمكن اكثر من 25 او من اكثر من 30 سنه، وفي قائمين على دراسه هذا التخصص. طبعا فيها علوم الفضاء، اقسام الفلك في كليات العلوم في مصر هي بتدرس الفلك، كل كليه في مصر فيها قسم الفلك، وفي اساتذه طبعا متميزين بيقوموا بهذا العمل. في كليه فيها كليات ابتدت تنشا داخلها برامج للفضاء او اللي هي الساعات المعتمده، او بتنشا قسم للفضاء زي هندسه بنها وزي هندسه زقازيق وزي جامعه زويل. دول ابتدوا يبقى عندهم تخصص وقسم مخصوص للفضاء. وفي هندسات او كليات ثانيه مع الوكاله حاليا بنبتدي معاهم عشان ننشا هذه الاقسام عندهم. وانا اتوقع يعني ان بعد مثلا 5 سنين هتلاقي كل كليه هندسه في مصر فيها تخصص للفضاء قائم بذاته ان شاء الله. دكتور محمد، عندما تقول الدوله انها تخطط لي استزراع واستصلاح وخلق مجتمعات عمرانية جديدة مكتملة على أسس من الأراضي المنزرعة في فلسفة التوسع الأفقي كما تقول، جزء أساسي من استشراف هذا المشروع مرتبط بالاطمئنان إلى حجم أو معدلات المياه الموجودة في باطن الأرض أو غيرها للفضاء، كما نفهم إسهام في التعرف على طبيعة المياه الموجودة أو المخزنة في باطن أرض ما. كيف تتعامل وكالة الفضاء المصرية أو الأقمار الصناعية المصرية في تقديم المعونة في هذا الجانب؟ طبعا دي نقطة مهمة جدا، وهي استغلال الصور الفضائية في الكشف عن المياه الجوفية. حاليا احنا يمكن لسه مصر ما عندهاش أقمار بتجيب صور للمياه الجوفية، لأن دي محتاجة مستشعرات خاصة. إنما احنا بنعتمد على الصور الفضائية من أقمار أخرى بتستقبل، في أقمار مفتوحة بناخد منها الصور، وبتدي الصور دي بتدي علامات وبتدي مؤشرات على تواجد المياه الجوفية. في مشروع مهم جدا الوكالة بتشتغل فيه اللي هو مشروع غرب ألمانيا للبحث عن المياه الجوفية باستخدام صور فضائية وباستخدام تكنولوجيات اللي هي إنترنت الأشياء. فدي طبعا، ويمكن إن حضرتك سمعت عن ان نقطه مهمه اللي هي توفير الميه عشان المشاكل الميه الموجوده دلوقتي، فالدوله بتلجا الى استنباط او البحث عن مصادر مياه، وفي نفس الوقت توفير استهلاك الميه اللي موجوده. والتوفير ده هيبتدي بان المحاصيل تبتدي المحاصيل تاخد حاجتها بالظبط من الميه، وده بواسطه صور اقمار صناعيه وبواسطه استخدام ما يسمى انترنت الاشياء، وبالتالي المحصول هياخد الميه في الوقت والكميه اللي هو محتاج ليها. لا يعني القمر الصناعي يمكن ان يسهم او ان يعطي دلالات او بعض الاشارات لحجم ما يمكن ان يحتاجه المحصول من ماء. اللي هيدي كده مستشعرات بتبقى موجوده في الحقول، ولكن مهمه القمر ان هو ينقل هذه الاشارات الى اماكن التحليل وأماكن المراقبة بتاعت العمليات الري المحاصيل وعمليات التعامل مع المعلومات المستقاة من المستشعرات اللي موجودة في أماكن المطلوب إن هي تبقى فيها
ري بالمياه طبعا. طيب نحن مقبلون على مشروع كمشروع الدلتا الجديدة، مشروعات الاستزراع الكبيرة في صحراء الساحل الشمالي الغربي، هل هناك أي يدعو أن تقدم، أي ورق بحثي يقدم من قبل وكالة الفضاء المصرية، إشارات بأن الأرض في هذه المنطقة يمكن أن تكون أفضل أو أكثر قابلية لزراعة بعينها، استهلاك المياه فيها يجب أن يكون بمعدلات بعينها، هل هناك تعاون مع المؤسسات أو الهيئات المعنية بمشروعات الاستزراع دكتور محمد؟ طبعا في كل الأحوال الصور الفضائية بتاعت الأقمار الصناعية هي اللي بتدي أو بتحل هذه المشاكل، وباستخدام مستشعرات معينة على القمر الصناعي بنعرف إذا كانت المنطقة دي غنية بالمياه أو مياه جوفية أو هي ضحلة بالنسبة للمياه الجوفية. في تعاون بين وكالة الفضاء وبين وزارة الزراعة، في تعاون بين وكالة الفضاء وبين وزارة الري، وإحنا بعتنا لهم وقلنا لهم إحنا بنعمل مشروعات بمستشعرات معينة طبقا لاحتياجات الأماكن دي. طبعا التعاون ده قائم وموجود، وعلى اساس ان الجهات دي هي اولى الجهات انها تستفيد بامكانيات الاقمار الصناعيه في الكشف عن المياه الجوفيه. المدد المرتقبه او ديمومه بقاء المياه الجوفيه في منطقه معينه ايضا يمكن لهذه المستشعرات او الصور الملتقطه عبر الاقمار الصناعيه ان تسهم في تحديدها ايضا. طبعا طالما الأمر مجهز بالمستشعر المناسب للكشف عن النقطة دي، فالمحللين للصور بسهولة جدا بيدوا نتائج عن المعلومات اللي حضرتك قلت عليها، هل المياه الموجودة كافية، المياه دي نضبت، المياه دي مدة بقائها، نعم. كل دي بيبقى نتائج من تحليل الصور الفضائية. طيب الاتفاقات التي تبرم أو تتم للتعاون مع الدول العربية في مجال الفضاء أو في مجال الأقمار الصناعية، المسارات التي يمكن الاستفادة فيها من التجربة المصرية أو الخبرة المصرية التي يمكن أن تقدم في هذا المجال، ما هو المسار تحديدا الذي يمكن التعاون فيه مع العراق أو مع غيرها من الدول العربية؟ والله احنا ابتدينا، بس لا ندعي ان هو يوجد تعاون قوي الحقيقه حتى الان بين الدول العربيه في المجال الفضائي. في محاولات، ولكن المحاولات دي لم تنتج حتى الان عن مشروع قائم بذاته او مشروع محدد، وده اللي احنا الوكاله بتحاول تعمله عن طريق مساعده من جامعه الدول العربيه، ان يبقى في مشروع يضم حتى على الاقل دولتين في البدايه، ثم تنضم اليه دول اخرى باستخدام التكنولوجيات المتاحه في كل دوله. يعني احنا عندنا تكنولوجيات متميزه في مجال معين بالنسبه للقمر الصناعي، دوله ثانيه عندها، فبيبتدي يتعمل بيتبني قمر بمساهمه الدولتين دول، واعتقد ان دي حاجه سهله جدا في ظل العلاقات الكويسه اللي موجوده بين مصر وبين كل الدول العربيه. هي العلاقات ممتازه ولا غبار عليها بالمره، لكن ما يعني من واقع المتابعه ايضا بعض الدول العربية قد تلجأ إلى فكرة الاستيراد الكامل لمنظومة العمل لقمر صناعي أو لوكالة فضاء بعينها، حتى الخبرات بالكامل تكون خبرات أجنبية وصولا حتى إلى منصة الإطلاق في أوزبكستان أو في غيرها. مستوى التكامل الذي يمكن أن يكون حتى لو كان تفوق في جانب بسيط من جانب معين في دولة عربية إلى جانب آخر في دولة عربية أخرى، معدلات التفوق النوعي لدى كل دولة كيف تكون دكتور محمد؟ والله انا احب اؤكد ان مصر وبعض الدول، انا مش عايز احدد اسماء دلوقتي، نعم. عشان يعني لغايه لما يبقى معلن، صحيح. ان احنا ممكن نبني القمر بالكامل بدون الاعتماد على اي خبره اجنبيه ما عدا الاطلاق طبعا زي ما حضرتك قلت، نعم. من قاعده بايكونور في كازاخستان بس. فان شاء الله ان شاء الله الناس هتسمع عن مولد اول مشروع عربي مشترك بين مصر وبين دوله عربيه باذن الله. والخطوات بدأت حتى يعني دون الإعلان الرسمي عنها كما تقول حضرتك؟ والله احنا في يعني اتصالات مع جامعة الدول العربية، نعم. مع اللجنة العلمية الاقتصادية، وإن شاء الله هذا التنسيق يسفر عن نتائج كويسة جدا، وزي ما حضرتك قلت علاقات متميزة في جميع المجالات بين مصر والدول العربية، فلماذا لا يكون هناك نتيجة، صحيح. كويسة ومتميزة في مجال الفضاء زي ما موجود في مكان، يعني الإمارات أعلنت عن إطلاق قمر صناعي عربي، وبتحاول دلوقتي بتعمل ميثاق الفضائي على أساس أنه يجمع أكثر من دولة، وإن شاء الله تنجح في هذا بإذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية منضما إلينا عبر الهاتف. شكرا لحضراتكم أيضا على طيب المتابعة. انتهت هذه الحلقة من الحقيقة، غدا بإذن الله آية عبد الرحمن ستكون معكم في حلقة جديدة من الحقيقة، في أمان الله.